بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أبناء الطلبة، سنقوم بحل مسألة عددية شاملة حول الدالة التناظرية. إذا في الأول نبدأها، هو نص التمرين. قال F دالة المعرفة بجدول التغيرات، ها هو جدول التغيرات أبنائي، تغيرتها أدناه، والدالة F من الشكل، لاحظوا شكل هذه الدالة اللي هي عبارة عن دالة تناظرية، حيث A و B و C أعداد حقيقية. السؤال الأول قال أحسب F فتحة اللي هو المشتقة، ثم عين A و B و C انطلاقا من جدول التغيرات. إذن ننطلق على بركة الله. ثم السؤال الذي جاء بعده قال بين أن عبارة الدالة هي هذه العبارة، ثم قال أثبت أن هذا الدالة مستقيم مقارب مائل، ثم دراسة الوضعية النسبية بالنسبة للمنحني وهذا المستقيم، يعني يقع فوق أو تحت أو يقطع، وهنا كذلك مركز التناظر. هنا سؤال أثبت أن يوجد ممسات، ممسان دي ودي فتحة للمنحني سي اف، ميل كل منهما او معامل التوجيه يساوي ناقص 3، ثم اكتب معادله، ثم اكتب معادلتيهما، ثم ارسم، ثم ناقش بيانيا حلول معادلتين اللي هي اف لام، اف لاكس تساوي ام، واف هذه معادله ثانيه، واف لاكس تساوي ان اكس زائد ام. سنشرحهما ان شاء الله بالتفصيل المفصل. ننطلق على بركه الله في السؤال الاول. قال أحسب، أولا نأتي إلى مجموعة التعريف. مجموعة التعريف كما تعلمون أبنائي هي تقع دائما على ماذا؟ على محور الفواصل، هذه قاعدة عليكم أن تفهموها. إذا هنا لو نرسم هذا المعلم هكذا، محور الفواصل هذا الذي تلاحظونه هو مجموعة التعريف. الآن يعني محور الفواصل اللي هو الإكس والإكس فتحة، والإكس والإكس فتحة. الآن إكس إكس والفتحة ها هو أمامكم هنا على الجدول، هذا هو. الآن يعني من ماذا تنطلق مجموعة التعريف؟ لو تلاحظون ننطلق من هذا المكان اللي هو من ناقص ما لا نهاية. لو نكتب هكذا نقول دي إف تساوي من ناقص ما لا نهاية، لاحظوا لا يوجد ناقص ما لا نهاية، إلى غاية هذا العدد. لاحظوا هنا ها هو أمامكم جدول التغيرات، منطقة محرمة، إذا إلى غاية الناقص واحد اتحاد من ماذا؟ من هذا المكان إلى غاية هنا. أما هذه القيم لا تهتم لها لأنها هي قيم المشتقة فقط، يعني قيم للتعدين المشتقة، إلى غاية من ناقص واحد إلى غاية الزائد ما لا نهاية، هذه هي مجموعة التعريف. أو بصيغة أخرى يمكن أن نكتبها دي إف تساوي آر، يعني كل الأعداد الحقيقية ما عدا القيمة، هي هذه القيمة الممنوعة التي نلاحظها هنا هي الناقص واحد، لأنها تعدم المقام. هكذا أبنائي. الآن ماذا قال السؤال؟ قال أحسب F فتحة. إذا نقول حساب، عفوا نقول حساب F فتحة لإكس لي المشتقة. لحساب المشتقة ها هي العبارة، تصبح ماذا؟ تصبح F فتحة لإكس تساوي، لاحظوا أبنائي ها هي عبارة الدالة، ها هي أمامنا، سأقوم بتكبيرها حتى تظهر. لما نشتق الـ A في الإكس ماذا يبقى؟ يبقى لنا الـ A فقط، لأن مشتق عدد في إكس هو العدد فقط. الآن زائد مشتق العدد في الرياضيات هو الصفر، زائد هنا عندنا كسر. عندنا قاعدة أبنائي ماذا تقول؟ تقول اي على في، يعني دالة على دالة كسرية، ماذا تقول قاعدة؟ تقول مشتق البسط هكذا في المقام ناقص مشتق المقام في البسط على المقام مربع، هذه هي القانون تاع للدالة ماذا؟ الدالة الكسرية والتناظرية. إذا هنا مشتق البسط، أولا نأتي ونجعل خط الكسر هكذا، ونبدأ نشتق نقطة من نقطة. مشتق البسط هذا ماذا؟ ثابت، لما نشتقه ماذا يعطي لنا؟ قلنا الصفر في المقام، ركزوا، ناقص، ها هو الناقص،
مشتق المقام، ها هو المقام. الواحد لما نشتقه يعطي الصفر، والإكس لما نشتقه كم يعطي لكم؟ يعطي لكم واحد، لأن الإكس مضروب في عدد واحد، يعطينا واحد في البسط على المقام مربع، حسب ما هو موجود أبنائي في هذا القانون. هكذا نكمل الآن عملية النشرة. أكيد هنا هذا كلها تذهب إلى الصفر، لما ننشر تصبح F فتحة لX تساوي A، هذا يذهب إلى الصفر، تصبح A زائد، لكن هنا لو تلاحظوا هذا يذهب إلى الصفر، تبقى لنا ماذا؟ ناقص، هنا تبقى ناقص C، تصبح ناقص C، هذا الناقص يعني يمكن وضعه هنا على الخط على المقام مربع اللي هو X زائد واحد الكل مربع. هكذا هذه هي المشتقة، تذكرها جيدا. الآن بعد ما وجدنا المشتقة كما هي موجودة ها هي أمامكم، سنتخلص من هذه هكذا ونأتي الآن ونقول ها هي المشتقة. تابع جيدا، ها هي المشتقة. السؤال الذي جاء بعده، بعد ما قمنا بحساب المشتقة بدلالة الثوابت A و B و C، ها هي أمامكم، قال عين A و B و C انطلاقا من جدول التغيرات. تعالوا الآن نأتي إلى جدول التغيرات ونلاحظ جيدا. تعلمون أن أبنائي هنا ما هي؟ هذه الإكس وهذه الآف لإكس، ما معناها؟ إذا كان الإكس كم؟ ناقص اثنان، إكس يأخذ قيمة ناقص اثنان، الآف كم تأخذ؟ تأخذ ناقص اثنان، ركزوا، ما معناها؟ معناه آف لناقص اثنان يساوي ناقص اثنان. لاحظوا ها هو الإكس لما يوضع هنا بالداخل تعطيك العبارة هذه القيمة، ثم ماذا؟ ثم آف لماذا؟ آف لصفرة يعطيك كم؟ يعطيك هذه القيمة، ما معناها؟ معنى آف لصفرة يساوي كم؟ اثنان. ركزوا أرجوكم، عندنا كذلك هذه معطيات خرجناها من جدول التغيرات. المعطية الثانية ماذا تقول؟ تقول أنه إذا كان الإكس كم يأخذ؟ يأخذ ناقص اثنان، فالمشتقة كم تأخذ؟ تأخذ صفر. ما معناها أبنائي؟ معناه لما نأخذ ناقص اثنان ونضعها هنا في المشتقة نجد القيمة صفر. ما معناها؟ معناها تصبح آف فتحة لماذا؟ لناقص اثنان تساوي الصفر. ثم ماذا؟ ثم لاحظوا الإكس كم يأخذ؟ يأخذ صفر. المشتقة كم تصبح؟ تصبح صفر، يعني لما الإكس يأتي إلى هذا المكان في المشتقة ويعوض تصبح معناه آف فتحة لصفر كم وجدناها؟ وجدناها اثنان. هكذا أبنائي، لاحظوا كم وجدنا من معادلة، وجدنا أربع معادلات، لأن تقول القاعدة ماذا؟ المشتقة تنعدم عند كل قيمة حدية عظمى وقيمة حدية صغرى محلية، يعني لما تكون هنا المشتقة في هذا المكان في هذا الجبل أكيد كل مشتقة في الجبل هذا تكون صفر، وفي كل مثلا في هذا الحضيض أو مثل الحفرة يعني تكون كذلك صفر، هذه قاعدة لا جدال فيها. الآن من خلال هذه المعادلات الأربع يمكن استخراج الـ A والـ B والـ C، تابعوا كيف نستخرجهم نقطة بنقطة، تابعوا. نعوض، ماذا نقول؟ نعوض مرة هنا في الدالة، هذه الاثنتان يعوضان هنا، ماذا تصبح؟ تصبح هكذا، ركزوا، تصبح لاحظوا F لناقص اثنان تساوي A في ناقص اثنان في مكان الإكس عوض بالناقص اثنان زائد B زائد C على ناقص اثنان زائد واحد يساوي كم؟ لاحظوا كم يساوي، يساوي ناقص اثنان، هذه المعادلة الأولى. المعادلة الثانية F لصفر
يساوي في مكان الإكس عوضه بالصفر، تصبح أ في صفر زائد ب زائد سي على صفر زائد واحد تساوي اثنان. ثم الآن نأتي إلى المشتقة، ماذا تصبح؟ تصبح أف فتحة لماذا؟ ناقص اثنان تساوي، تعالوا نأتي الآن إلى المشتقة، ها هي أمامنا، ركزوا معي أبنائي، ها هي عبارة المشتقة، ها هي، تعالوا نعوض، ماذا تصبح؟ تصبح أ ناقص سي على ماذا؟ على ناقص اثنان زائد واحد الكل مربع يساوي الصفر. ثم نأتي إلى العبارة الأخيرة اللي هي اف فتحة لصفر يساوي لنا ناقص سي على ماذا؟ على صفر زائد واحد الكل مربع تساوي هذه القيمة اللي هي اثنان. لاحظوا كم المعادلة تحصلنا. الآن ما هو المطلوب؟ المطلوب هو إيجاد الـ A والـ B والـ C. ركزوا معي أبنائي، العملية تحتاج نوع من التركيز فقط، يعني ليس صعبة كما يعتقد البعض. إذا هنا تصبح، نأتي إلى المعادلة هذه رقم واحد، ماذا نجد؟ نجد ناقص اثنان A زائد B زائد سي، لاحظوا هذه في المقال، ناقص اثنان زائد واحد تعطينا ناقص واحد، هذا الناقص واحد نأتي به إلى هنا إلى البسط، هكذا يعني تصبح هكذا، تابعوا أرجوكم، تصبح هكذا، ناقص سي يساوي ناقص اثنان. نأتي الآن إلى المعادلة رقم اثنان، هذه نبسط فقط، هذه تعطيكم صفر، تصبح بي زائد سي، لاحظوا ها هو البي زائد سي، لأن هنا يبقى المقام فيه واحد، يساوي كم؟ اثنان. نأتي الآن إلى المعادلة الثالثة، المعادلة الثالثة هيا نعوض ب، قلنا بالناقص اثنان، ماذا تصبح؟ تصبح أ، هذه كم تعطيكم؟ ناقص واحد، لما نربيها تصبح واحد، تصبح ناقص سي تساوي صفر. تبقى لنا المعادلة الأخيرة اللي هي المعادلة الرابعة، كم تعطي لنا أبنائي؟ تعطي لنا أ ناقص سي، لاحظوا لأن هنا تركنا واحد مربع، يساوي كم؟ يساوي لنا اثنان. الآن مثلا ما رأيكم لإيجاد الـ A والـ B والـ C؟ نأتي إلى هذه المعادلتين، هذان اللتان تظهران هنا لنتخلص مباشرة من هنا. ما رأيكم أن نأتي إلى المعادلة، هذه المعادلة ونضربها، هذه المعادلة نقوم بضربها مثلا في ناقص واحد لنتخلص من السي. تابعوا جيدا، لو نقوم بعملية الجمع، ركزوا مثلا، لو نضرب في ناقص واحد كم نجد؟ نجد ناقص A زائد C يساوي صفر، وهذه المكان كم؟ تصبح A، لاحظوا، ناقص C يساوي الصفر. لاحظوا هنا لو نجمع، يعني الـ A يذهب والـ B يذهب، وهذا لا ينفعنا في شيء. تابعوا جيدا. إذا قلنا هنا تعطي لنا، قلنا هكذا، نتابع جيدا أبنائي، لما ضربنا يعني لا نصل، ما رأيكم الآن؟ يعني جربنا هذه الخطة مثلا، لا نصل، نجرب خطة أخرى، المهم الهدف هو إيجاد الـ A والـ B والـ C. مثلا نأتي إلى المعادلة هذه، لاحظوا أبنائي، نقطة بنقطة حتى نتعلم، نأتي إلى هذه المعادلة وننقل هذا السي إلى هذا الطرف، ماذا تصبح؟ تصبح A يساوي C. ما رأيكم أن نقوم بالتعويض الـ A هذا في هذا المكان، يعني نعوضه بكلمة C هنا، ماذا نجد؟ إن المعادلة واحد، ماذا نجد؟ المعادلة واحد تصبح ماذا؟ تصبح ناقص اثنان C زائد B ناقص C يساوي ناقص اثنان. ركزوا معي،
نجمع هذا مع هذا تصبح ناقص 3 سي زائد بي يساوي ناقص 2. نأتي الآن بالمعادلة هذه الثانية ونكتبها في هذا المكان. ماذا تصبح أبنائي؟ تصبح سي زائد بي، يعني مجرد لأن الجمع عملية تبديلية، يساوي 2. ما رأيكم أبنائي لو نضرب المعادلة هذه، نضربها في ناقص 1 لنتخلص من البي، ماذا تصبح؟ تصبح هذه المعادلة في هذا المكان تصبح 3 سي ناقص بي يساوي 2. نجمعها مع ماذا؟ نجمعها مع هذه المعادلة، هذه مع هذه، كم تصبح؟ لو نجمع طرف لطرف بالجمع نجد أن هذه مع هذه تعطينا 4 سي، هذه 0 يساوي 4، ومنه سي يساوي 4 على 4 ويساوي 1. ها هو السي قد ظهر، هو الواحد. الآن بعد ما وجدنا السي، سي يساوي 1 أبنائي، نعوض هذه القيمة في هذا المكان. ماذا يظهر مباشرة؟ يظهر أن الـ A، ركزوا أرجوكم حتى تتعلموا، يظهر أن الـ A مباشرة كم يصبح؟ يساوي 1. بقي لنا البي، ما رأيكم أن يأتي السي كذلك ويعوض قيمته في هذا المكان؟ كم تصبح أبنائي؟ تصبح بي زائد 1 يساوي كم؟ 2. ننقل هذا إلى هذا الطرف، يصبح مباشرة بي كم؟ 2 ناقص 1 اللي هو 1. إذن كل الثوابت صارت 1 وواحد وواحد، معناه اف ل اف لاكس، ركزوا أبنائي أرجوكم، تصبح نكتب الآن، ركزوا أرجوكم، تصبح اف لاكس. إذن قلنا أبنائي ستصبح المعادلة عبارة الدالة هي هذه التي تظهر لكم بعدما قمنا بملء هنا برقم 1 وهنا برقم 1 وهنا برقم 1، تصبح العبارة كما تظهر هنا باللون الأسود. الآن بعد ما استنتجنا أو قمنا بحساب الـ A والـ B والـ C بهذه الطريقة، نأتي الآن إلى السؤال الذي جاء بعده. قال بين أن من أجل كل X حيث X لا يساوي ناقص 1، يعني مجموعة التعريف، فإن عبارة الدالة تصبح هذه. هنا انطلاقا من هذه العبارة أبنائي سنقوم بماذا؟ بتوحيد المقام فقط. فنجد هذه العبارة معناه تصبح هكذا، تابعوا جيدا، تصبح F لX تساوي، ما هو المقام المشترك في هذه الحالة؟ المقام المشترك أكيد كلكم هو هذا، يعني نأتي ونضع هكذا خط كسرة ونكتب المقام هنا x زائد 1، هذه نقوم بضربها في هذه القيمة، ماذا تصبح؟ تصبح x زائد 1، لاحظوا في ماذا؟ في x زائد 1 زائد 1 تساوي، لاحظوا نقوم بعملية النشرة، تصبح هذا في هذا في هذا، تصبح x مربع، ثم هذا في هذا زائد x، ثم هذا في هذا يعطي لكم زائد x، ثم هذا في هذا يعطي لكم زائد 1 زائد 1، هذا الواحد على x زائد 1، وتساوي ماذا؟ تصبح تساوي f لx تساوي بأبسط الطرق هي هذه النتيجة اللي هي x مربع، الx والx كم هو 2x، ليس x مربع احذروا، زائد 2 على x زائد 1 وهو المطلوب تماما هكذا. الآن مع بعد ما قمنا بإكمال السؤال الثاني، نأتي الآن إلى السؤال الثالث. قال أثبت أن
المستقيم دالتا ذو المعادلة إيجراج يساوي لنا إكس زائد واحد مستقيم مقارب مائل بأبسط طرق. إذن هنا كيف نقوم لإثبات هذا السؤال أبنائي؟ علينا بحساب ماذا؟ ليميت هكذا، أو عندنا خاصية أخرى كذلك تقول إذا كانت الدالة لإثبات هذا السؤال، إذا كانت الدالة مكتوبة من الشكل f لإكس تساوي لنا إكس زائد واحد زائد h لإكس، حيث h لإكس أبنائي ها هي أمامكم، هذه هي عبارة h لإكس، بحيث ليميت، لاحظوا ليميت h لإكس لما إكس يؤول إلى ما لا نهاية، يعني زائد ما لا نهاية أو الناقص ما لا نهاية، زائد أو ناقص ما لا نهاية، إذا وجدناها الصفر فيمكن أن نقول على أن هذا المستقيم إيغريك يساوي هذه العبارة إكس زائد واحد هو مستقيم مقارب مائل. هنا كيف؟ لو نأتي نقوم بحساب ليميت هذه العبارة اللي هي ليميت واحد على إكس زائد واحد لما إكس يؤول في الأول إلى الناقص ما لا نهاية، تعلمون أن تصبح واحد على ماذا؟ على ما لا نهاية، عوضوا هنا بالما لا نهاية، واحد على ما لا نهاية، نهاية شهيرة صفر، وليميت واحد على إكس زائد واحد لما إكس يؤول إلى زائد ما لا نهاية كم تساوي أبنائي؟ تساوي كذلك واحد على ما هي تعطي لكم صفر، ها هي قد تحققت. ومنه ماذا؟ ومنه دالتا ذو المعادلة إيغريك يساوي لنا إكس زائد واحد مستقيم مقارب مائل بجوار ماذا؟ الزائد والناقص ما لا نهاية، هكذا. أو هذه الطريقة الأولى. الطريقة الثانية كذلك عندنا ما هي؟ هي نهاية الفرق أنها تساوي الصفر، هذه طريقة أولى. الطريقة الثانية هي ليميت f لإكس ناقص y لما x يؤول إلى الزائد أو الناقص ما لا نهاية، إذا وجدناها تساوي الصفر كذلك. ما معناها؟ تصبح الليميت، نكتب عبارة الاف لإكس، ها هي عبارة الاف لإكس اللي هي x زائد واحد زائد واحد على x زائد واحد ناقص y، ها هو ال y قيمته ها هي ناقص، تصبح ندخل ناقص تصبح ناقص x ناقص واحد، لاحظوا مع الإكس يؤول إلى الزائد أو الناقص ما لا نهاية، يختزل هذا مع هذا مع هذا مع هذا، تصبح تساوي لنا ليميت واحد على إكس زائد واحد لما إكس يؤول إلى الزائد أو الناقص ما لا نهاية، وهذه أكيد تعطي لكم صفر. ومنه دالتا مستقيم مقارب مائل بجوار الناقص أو الزائد ما لا نهاية، هكذا أبنائي، هذه الطريقة الثانية. الآن السؤال الذي جاء بعده قال أدرس الوضعية. نقول إذا نأتي إلى هذا السؤال الثالث، دراسة الوضعية. ما هي دراسة الوضعية؟ دراسة الوضعية أبنائي هي دراسة إشارة الفرق بين ماذا؟ لاحظوا f لإكس ناقص إيغريك على مجموعة التعريف، أكيد دائما r ما عدا الناقص ما عدا ناقص واحد. نبدأ نكتب، ها هي العبارة، تصبح ماذا؟ تصبح إكس زائد واحد زائد واحد على إكس زائد واحد ناقص الإيغريك، لما ندخل الناقص عليه تصبح ناقص إكس ناقص واحد تساوي هكذا ثم هكذا ثم هكذا، تصبح إشارة من إشارة هذه العبارة اللي هي واحد على إكس زائد واحد. هذه العبارة إشارة كسر من إشارة البسط في المقام. البسط أكيد هو قيمة موجبة، المقام لا، المقام نبحث عليه أين ينعدم اللي هو إكس زائد واحد، هنا أكيد نقول لا يساوي الصفر لأنه يقع في المقام، يصبح إكس لا يساوي الناقص واحد، يعني المقام ينعدم عند الناقص واحد. نأتي الآن ونقوم بإنشاء جدول إشارة من خلاله نتحدث عن الوضعية، تابعوا أبنائي، هكذا يعني التمرين يكون حله. هنا
نكتب هكذا إكس من ناقص ما لا نهاية، الدالة معرفة عند الناقص واحد غير معرفة هكذا إلى الزائد ما لا نهاية. عندنا الواحد ما هي إشارة هذه القيمة؟ قلناها قيمة موجبة مهما كان. الدالة قلنا غير معرفة عند الناقص واحد هكذا غير معرفة. نأتي الآن إلى المقام. المقام عند ماذا ينعدم أبنائي؟ ينعدم عند، لاحظوا، إلى إكس زائد واحد، ينعدم عند الناقص واحد. معادلة من الدرجة الأولى، إشارة من إشارة الأ، الأ هنا كم واحد؟ هنا عكس وهنا نفس. الآن نأتي ونضع حرب الإشارات اللي هي واحد، عفوا، واحد على إكس زائد واحد هكذا. هنا هذه الإشارة في هذه تعطينا ناقص، وهذه يبقى دائما زائد لأن الواحد دائما موجب، هذا القيمة دائما موجبة، يعطي لكم زائد. نأتي هكذا، ركزوا معي، عفوا، ركزوا أرجوكم، هكذا أبنائي. نأتي الآن إلى إكمال الوضعية، لاحظوا جيدا، هنا الدالة غير معرفة دائما، لاحظوا، هنا نكتب كلمة الوضعية، هنا ماذا؟ كلمة ناقص، يعني سي اف يقع تحت دالتا ناقص، الزائد هذه سي اف يقع فوق الدالتا فقط، هذه الوضعية، زائد معناه فوق، ناقص معناه تحت. هنا الدالة غير معرفة فلا يمكن أن نقول هنا يقطع، أن الدالة غير معرفة، هذه هي الوضعية أبنائي فقط. الآن نأتي إلى السؤال الذي بعده، قال بين أن النقطة ب ذات الإحداثيات ناقص واحد صفر مركز تناظر. كلمة مركز تناظر أبنائي، ما المقصود بكلمة مركز تناظر؟ عندنا قانون عليكم بحفظه، إذا كانت أوميجا ذات المركبات A و B مركز تناظر، يعني إحداثيتها، ماذا نقول؟ تقول هكذا F لي، لاحظوا جيدا، ثم نكمل، لاحظوا هكذا القاعدة ماذا تقول؟ تقول اثنان A ناقص X زائد F لي X يساوي اثنان B، حيث ال A يوضع هنا والبي يوضع هنا. ما معناه؟ هنا في هذا القانون ها هي البي، ها هو الا وها هو البي، ماذا ما تصبح؟ تصبح اف لي اثنان في ناقص واحد ناقص اكس زائد اف لي اكس هل تساوي، يعني علامة استفهام، اثنان في صفر. نكمل، تصبح اف لي ناقص اثنان ناقص اكس زائد اف لي اكس هل تساوي علامة استفهام صفر. اذا وجدنا هذا الشيء فيمكن ان نقول ان البي هي مركز تناظر. هنا لو تلاحظون ماذا نكتب ابنائي، ركزوا ارجوكم حتى تتعلموا الى هذا السؤال لانه سؤال هام جدا. لاحظوا، اذا هنا ها هي الدالة، يعني المقصد من هذا السؤال، يعني هنا في مكان الإكس نعوض بناقص اثنان ناقص إكس هنا وهنا وهنا في هذا المكان. تعالوا نكتب ماذا تصبح، ركزوا أبنائي حتى تعلموا إلى هذا السؤال لأنه مهم جدا. تصبح تصبح ماذا؟ تصبح عوض، تصبح ناقص، نعوض هنا ناقص اثنان ناقص إكس زائد واحد زائد واحد على ناقص اثنان ناقص إكس هكذا زائد واحد في المقام زائد اف لي إكس، اف لي إكس نفسها نكتبها كما هي هذه العبارة، إكس زائد واحد زائد واحد على إكس زائد واحد. ركزوا أرجوكم،
تساوي، نلاحظ جيدا، تصبح ناقص اثنان ناقص اكس زائد واحد زائد، عندنا هذا مع هذا كم يصبح؟ يصبح واحد على ناقص واحد ناقص اكس زائد اكس زائد واحد زائد واحد على اكس زائد واحد تساوي. قلنا علينا أن نجد هذه القيمة، هذه القيمة اللي هي الصفر. عندنا أول شيء يظهر هو أن هذا يختزل مع هذا مباشرة، وهنا كم يبقى لكم؟ هذا مع هذا يبقى لنا كم؟ ناقص واحد ناقص واحد، هذا مع هذا يختزل. ماذا بقي لنا؟ تبقى لنا واحد على، تعالوا هنا نستخرج الناقص، يصبح ناقص إكس زائد واحد زائد واحد على إكس زائد واحد تساوي. تعالوا أبنائي هذا الناقص نتصعدوا به هنا إلى البسط، يصبح ناقص واحد على إكس زائد واحد زائد واحد على إكس زائد واحد. لاحظوا أبنائي ماذا حدث، الشيء الذي تكون ومنه ماذا؟ بمركز تناظر لسي اف، تحققت النتيجة حسب القانون الذي تحدثنا عليه، ها هو أمامكم، ها هو القانون أبنائي فقط. وليس بالضرورة دائما تعطيك الصفر، ممكن تعطيك أربعة خمسة حسب المركبات، مركز التناظر فقط هكذا. الآن بعد ما تحدثنا على مركز التناظر نأتي إلى هذا السؤال، لأنه هذا كان سؤال مهم جدا. أثبت أنه يوجد ممسان دي ودي فتحة للمنحني سي اف ميل، ميل لاحظوا إلى هذه الكلمة ميل، كل منهما يساوي ناقص ثلاثة. كلمة ميل أبنائي تحدثت عليها هذه في الفيديوهات السابقة كثيرا، ميل يساوي ماذا؟ معامل التوجيه، يعني نفسه كهذه الكلمة كذلك نفسها المشتقة هكذا. هذه الآن ما معناها؟ معناها قلنا يعني نضع المشتقة اللي هي F فتحة لـ X تساوي الميل، ها هو الميل اللي هو الناقص ثلاثة. نأتي بعبارة المشتقة، ها هي عبارة المشتقة الصفحات السابقة، ها هي المشتقة اللي هي أ ناقص سي على إكس زائد واحد الكل مربع، إلا أنه تابعوا جيدا، قلنا أ ناقص سي على إكس زائد واحد الكل مربع، إلا أنه الأ والبي والسي قلنا تساوي واحد واحد واحد، يعني تصبح هكذا واحد اللي هو الأ واحد ناقص سي اللي هو كم؟ واحد حسب العبارة التي وجدناها، على ماذا؟ على إكس زائد واحد الكل مربع يساوي ناقص ثلاثة. فيه من يقول يا أستاذ من أين جبت بهذا الواحد؟ لأن قلنا الأ كم؟ واحد، والبي واحد، والسي واحد، نعمل بهذه الأرقام التي العدد التي وجدناها. ماذا نستعمل؟ نأتي بهذا الواحد ننقله إلى هذا الطرف، يصبح ناقص واحد على ماذا؟ على إكس زائد واحد الكل مربع يساوي لنا ناقص ثلاثة ناقص واحد، أي ناقص واحد على إكس زائد واحد كل مربع يساوي ناقص أربعة. تابعوا أرجوكم أبناء حتى تعلموا. عندنا بما أن الناقص يوجد من هنا ومن هنا يمكن أن يزول مباشرة هكذا، يصبح زائد زائد، وهذا مقامه كم؟ واحد. نستعمل جداء الطرفين يساوي جداء الوسطين، يصبح يساوي لنا أربعة في ماذا؟ في إكس زائد واحد كل مربع ما نسميه الكروازي يساوي واحد. هذا العدد ينقل هنا إلى المقام، يصبح إكس زائد واحد الكل مربع يساوي لنا ربع. ركزوا أرجوكم حتى تتعلموا إلى هذا السؤال، ربع. ماذا تقول القاعدة؟ بما أن هذا مربع، لكي ينزع المربع نجذر هذه القيمة، حيث هذه القيمة تكون عدد موجب، يصبح إكس زائد واحد إما يساوي لنا جذر هذه القيمة
اللي هي واحد على أربعة، لما نجذرها تعطينا واحد على اثنان، لأن الواحد جذره واحد وجذر الأربعة هو اثنان، تصبح واحد على اثنان. ننقل هذا إلى هذا الطرف، تصبح أي إكس يساوي لنا نصف ناقص واحد، وتصبح لنا ناقص واحد على اثنان. ها هو الإكس الأول، هو ناقص نصف. الإكس الثاني يصبح إكس زائد واحد يساوينا، أو يساوينا ناقص جذر هذه القيمة اللي هي ناقص واحد على اثنان. يصبح إكس يساوينا ناقص واحد على اثنان، وننقل هذا إلى هذا الطرف، يصبح ناقص واحد. كم تصبح أبنائي؟ لو نوحد المقامات سنجدها ناقص ثلاثة على اثنان. ها هو الإكس رقم اثنين، هكذا. ومنه سي اف يقبل ماذا؟ مماسين دي، ودي فتحة، ميلهما كم؟ ناقص ثلاثة. عند الفواصل، ما هي الفواصل؟ اللي هي ناقص النصف وناقص ثلاثة على أربعة، لأن هنا وحدت المقام فقط، عفوا هنا هكذا وهكذا. ثم السؤال الذي جاء بعده قال أوجد معادلتهما. ها هو السؤال، ربما لم تلاحظه جيدا. ثم ما معناها؟ معنى إيجاد معادلة المماس في الفاصلتين ناقص النصف وناقص ثلاثة على اثنان. إذا معادلة، نبدأ بالأول دي، عند إكس كم يساوي؟ ناقص نصف. تعرفون أن معادلة المماس أبنائي تكتب من الشكل Y يساوي لنا F فتحة لي A في X ناقص A زائد F لي A، حيث الA هو هذه القيمة، نعوضها هنا وهنا وهنا. هذه بدون أن تحسبها، هذه القيمة بدون أن تحسبها أبنائي، حتى لا تتعبوا عقولكم، هي هذه القيمة مباشرة، لأن الميل هو معامل التوجيه مباشرة، يعني هذه القيمة بدون حساب ستعطيكم ناقص ثلاثة. يبقى لنا هنا نعوض في الدالة، ها هي الدالة أمامكم، تعالوا نعوض. لما يقول هذا السؤال بدون أن تحسبوا هذه عند المشتقة، اعلموا أنها هي ناقص ثلاثة مباشرة. ماذا تصبح؟ تعالوا نعوض في الدالة اللي هي F لي ناقص واحد على اثنان يساوينا ماذا؟ ناقص واحد على اثنان زائد واحد، زائد واحد على ناقص واحد زائد على اثنان زائد واحد، تصبح هنا كم؟ واحد على اثنان، واحد المقام فقط، لأن هنا هكذا وهكذا، وهنا في المقام كم؟ واحد زائد واحد على واحد على اثنان، هذا ينقلب ويأتي إلى هذا المكان، تصبح كم؟ واحد على اثنان زائد اثنان، تصبح واحد المقام، هنا اثنان وهنا أربعة، تصبح خمسة على اثنان. يصبح Y يساوي المعادلة الأولى ناقص ثلاثة في X، ها هو الأ ناقص نصف، يصبح زائد نصف، احذروا، زائد خمسة على اثنان. لو نكمل تصبح Y يساوي هذا في هذا اللي هو ناقص ثلاثة X ناقص ثلاثة على اثنان زائد خمسة على اثنان، لما قمت بعملية النشرة ناقص ثلاثة على اثنان. نكمل العمل، تصبح هكذا، تصبح Y يساوي لنا ناقص ثلاثة X ناقص، هنا تعطيك اثنان على اثنان ويعطيك زائد واحد. ها هو المماس الأول، لاحظوا إلى المماس الأول هو هذه القيمة، نتابع جيدا، ناقص ثلاثة على X، ها هي، إذا نحتاجها فيما بعد. لاحظوا، ها هي المعادلة، سنحتفظ بها هنا. الآن المعادلة الثانية اللي هي عند الناقص ثلاثة على أربعة، كذلك نتابع جيدا، أريد أن يكون الشرح شامل حتى تتعلموا. تصبح معادلة دي فتحة عند إكس يساوينا ناقص ثلاثة على اثنان، تصبح Y يساوينا F فتحة لناقص ثلاثة على اثنان زائد في، عفوا في X زائد ثلاثة على اثنان، لأن الناقص ناقص بزائد، زائد F لناقص ثلاثة على اثنان.
هذه القيمة قلت دون حسابها، ها هي قيمتها. يبقى لنا هنا نعوض ب في الدالة هنا في هذا المكان هنا وهنا، تصبح ماذا؟ اف لناقص 3 على 2 تساوي ناقص 3 على 2 زائد 1، في مكان الاكس عوضوا بهذه القيمة فقط، على زائد 1 على ناقص 3 على 2 زائد 1 تساوي، نوحد هنا المقامات، هنا 2 2 وهنا 2 2، ماذا تصبح؟ تصبح ناقص 1 على 2 بين هذا وهذا، زائد 1 على ناقص 1 على 2، هذا ينقل إلى هذا الطرف، إذا الفوق تصبح ناقص 1 على 2 ناقص 2، نوحد المقام، هنا 2 وهنا 4 تصبح تساوي لنا ناقص 5 على ماذا؟ على 2. الآن هذه القيمة نعوضها هنا ونكمل الحساب. تعالوا أبنائي لاحظوا كيف نقوم بالحساب نقطة بنقطة، تصبح إي جراج يساوينا ناقص 3 في إكس زائد 3 على 2 ناقص 5 على 2، نعم تساوي لنا إي جراج يساوينا ناقص 3 إكس ناقص 9 على 2، لأن هذا في هذا والمقام في المقام، ناقص 5 على 2 هكذا، تصبح كم؟ يصبح إي جراج يساوي لنا بجمع هذه مع هذه تعطينا كم؟ ناقص 3 إكس ناقص 14 بين هذه وهذه، ناقص 14 على 2 تعطيك ناقص 7، ها هي المعادلة الثانية. إذن إي جراج هذا إذا كان هذا دي، الدي فتحة يا أبنائي معادلته هي ناقص 3 إكس ناقص ماذا؟ ناقص 7. لاحظوا إلى هذان المستقيمان إنهما متوازيان لأن عندهم نفس الميل، ها هو ميل كلهما ناقص 3 هكذا. الآن هذه القيم نحتاجها في الرسمة، نتركها هنا عندنا، نحتاجها هنا في الرسمة. لاحظوا الآن نتطرق إلى العنصر الآخر اللي هو أرسم المنحني سي اف والمستقيمات دي ودي فتحة. أولا نأتي بمعادلة المستقيمات، لاحظوا ها هي معادلة المستقيمات لي في الرسم هنا أبنائي، عندنا إشكال، يعني في طلبة كثيرين يشتكون من هذا السؤال، يقولون يا أستاذ لما نصل إلى الرسم لا يمكن أن نرسم صحيحا. هو أمر بسيط أبنائي، ما هو موجود هنا في جدول التغيرات ستلاحظونه أنه يحول إلى منحنى فقط. تعالوا نتعلم، ها هو مستقيم مقارب عمودي، ها هو أمامكم دالة غير معرفة عند الناقص واحد اللي هو إكس يساوي ناقص واحد، ليس الإجراج لأن الإجراج عنده كلمة الملا نهايات، هنا الإكس يؤول إلى الناقص ملا نهاية، لاحظوا كم نجد ناقص ملا نهاية، الإكس يؤول إلى الناقص واحد بقيم أقل، لاحظوا بقيم أكبر، لاحظوا عند الزائد ملا نهاية، لاحظوا لاحظتم. الآن كيف نبدأ بالرسم؟ يبسط طرق، عندنا المستقيم المقارب العمودي ها هو اللي هو إكس يساوي ناقص واحد، إكس يساوي ناقص واحد، لو نأتي الآن إلى رسمه ها هو أمامكم، إكس يساوي ناقص واحد، عفوا إكس، أعذروني لم أقصد الإجراج، إكس يساوي ناقص واحد، أنها هي ناقص واحد، عندنا كذلك المستقيم المقارب المائل اللي هو الدالتا معادلته برهناه اللي هو إكس زائد واحد. نأتي الآن ونستعمل الجدول المساعد حتى يساعدكم في الرسم، إكس وإيجراك نعطي لهذه القيمة مثلا هنا الصفر، كم يصبح؟ الصفر واحد، أعطي له مثلا واحد، هنا أعطي لهذه القيمة واحد، يصبح
إذا أعطينا الـ x واحد، الـ y كم يأخذ؟ واحد وواحد كم؟ اثنان. ها هي النقطة الأولى اللي هي صفر واحد، صفر مع واحد، ها هي في هذا المكان، سأقوم بتوضيحها هنا باللون الأخضر. وكذلك عندنا واحد وواحد واثنان، واحد مع الاثنان ها هي أمامكم. الآن نقوم بماذا؟ بعملية الربط بين تلك النقطتين. لاحظوا هكذا، لاحظوا جيدا أبنائي كيف تتعلمون الرسم. هذا المستقيم المقارب دالتا، ها هو الدالتا. عندنا كذلك ماذا؟ عندنا المستقيمات أو الممسات، ها هي الممسات أبنائي، لاحظ جيدا، اللي هي بنفس الطريقة سنقوم برسمها. سنستغل الجدول المساعد هكذا لرسم هذا الدي. صفر نعطي كلمة هنا إكس وإيجراك، نعطي هنا الصفر نجد كم؟ واحد. نعطي كذلك مثلا واحد، عوضوا هنا بالواحد تصبح ناقص ثلاثة زائد واحد ناقص اثنان. ما هي النقطة؟ ها هي النقطة وها هي الأخرى، صفر واحد، ها هي صفر واحد، وواحد مع ناقص اثنان، ها هي الناقص اثنان. قلنا الواحد مع ماذا؟ مع الناقص اثنان، تابعوا جيدا، ها هي الناقص اثنان، نعم واحد مع الناقص اثنان، ثم نقوم بعملية الربط بينهما فقط هكذا. عفوا سنستعمل مسطرة هكذا ابني، ركزوا أرجوكم حتى تعلموا هكذا. هذا المستقيم دي. الآن نأتي إلى الدي ماذا؟ الدي فتحة، الدي فتحة أبنائيها هو أمامكم. إذا أعطينا الصفر، لا نعطي الصفر لأن الصفر سيتعبنا كثيرا وتأتي قيمة يعني كبيرة جدا، نعطي قيم أخرى مثلا سنعطي القيمة، لاحظوا نأتي إلى الجدول إكس وإيجراك. إذا أعطينا مثلا القيمة اثنان ناقص اثنان ناقص اثنان، أصبح هنا عوضوا، أصبح ستة هنا تعطيك ستة، عوضوا بناقص اثنان، ناقص واحد ناقص سبعة تعطيك ناقص واحد. الآن نعطي مثلا ناقص ثلاثة، عوضوا تصبح تسعة ناقص سبعة تعطي لك اثنان، نعم تعطي لك اثنان لأن تسعة ناقص سبعة تعطي لك اثنان. إذا نأتي إلى النقطة الأولى، ناقص اثنان ناقص واحد، ها هي الناقص اثنان مع ماذا؟ مع الناقص واحد، ها هي أمامكم هذه الأولى. الثانية ناقص ثلاثة، ها هي الناقص ثلاثة مع ماذا؟ مع الاثنان، ها هي الاثنان هنا الاثنان. يكون كيفهما؟ يجب أن يكون كيفهما متى وزيان، متابع جيدا. إذا قلنا ناقص ثلاثة مع اثنان، ها هي الناقص ثلاثة مع اثنان هنا. الآن نقوم بالربط بين تلك النقطتين ويكون قد ظهر أنهم متوازيان. لاحظوا أبنائي، لو نلاحظ إلى المستقيم دي ودي فتحة إنهما مستقيمان، كيفهما متوازيان؟ هذه فيما يخص المستقيمات. الآن نأتي إلى الرسم، سنبدأ بالرسم نقطة بنقطة، إلا أن عليكم بالمتابعة جيدا. أول شيء نأتي إلى هذه الأماكن اللي هي قيم الحدية، كم الإكس؟ ناقص اثنان، ها هي الناقص اثنان، والإيجراك ناقص اثنان، ها هي الناقص اثنان. ماذا تمثل هذه المكان؟ يمثل مثل الجبل، ها هو الجبل، يعني أكيد سيأتي هنا، تأكدوا في هذا المكان أنه يوجد الدالتا،
عند النقص، عند قلنا يوجد مستقيم مقارب بجوار نقص ما لا نهاية كما يوجد هنا بجوار زائد ما لا نهاية، يعني يأتي هكذا ويبدأ بالصعود يصل إلى هذه المكان، ثم عندنا يصبح ينزل. لا تنسوا أن المماس عند ناقص 3/2 اللي هو ناقص 1.5، يعني في هذا المكان ها هو الناقص 1.5 في هذا المكان، يعني يصبح هكذا يمس المنحني ثم يكمل النزول بجوار ناقص 1، ها هو نزل هكذا فقط أبنائي. في هذه النقطة هنا المماس ناقص 1.5. الآن نأتي كذلك إلى الطرف الثاني، ها هي مثل الحفرة، الإكس كم؟ 0 والإجراج 2، الإكس 0 والإجراج كم؟ 2. ها هي النقطة تشبه الحفرة، ها هي تشبه حفرة. المماس عند ماذا؟ قلنا عند ناقص نصف، ها هو الناقص نصف في هذه النقطة التي تظهر، يعني يأتي من هذا المكان ويبدأ بالنزول إلى أن يصل إلى هذا المكان، ثم يتحول إلى يتحول إلى الدالطة بجوار الدالطة، ها هو أمامكم هكذا أبنائي. هذا هو الرسم صحيح 100%، يعني المماس في دي هذه النقطة اللي هي 1.5 في هنا، والمماس هنا ناقص 1.5، هنا النصف هنا النصف ناقص نصف، وهنا لاحظوا إلى ناقص 1.5 في هذا المكان، يعني المنحني سأرسمه مرة أخرى هكذا، ركزوا يصل إلى هذه القيمة الحدية ثم ينزل هكذا بجوار الناقص 1، كذلك هنا يأتي بجوار الناقص 1 ويبدأ بالنزول هكذا، ثم ينزل إلى هذه القيمة الحدية ثم يبدأ بالصعود مثل ما تلاحظون فقط. معناه مثل ما يظهر هنا جليا على جدول التغيرات، لاحظوا ها هو، لاحظوا هكذا ثم من هنا هكذا، وها هو المستقيم المقارب العمودي. مركز التناظر، ما هو مركز التناظر الذي قلنا عليه؟ مركز التناظر قلنا هو صفر مع ماذا؟ ناقص 1 و0، ها هي ناقص 1 و0 النقطة بي. كلمة مركز تناظر معناه كل نقطة من أي مكان تناظر هكذا، هكذا أبنائي، ها هي تناظر بهذه البساطة فقط، هكذا أبنائي. الآن بعد ما أكملنا المنحني ربما ستلاحظون أنه أقرب، ها هو أمامكم أبنائي، ها هو أبنائي، يعني لو نريد لاحظوا ها هو جليا يظهر هكذا. إذا لاحظتم كيف يتم رسم المنحنى بطريقة سليمة جدا. الآن بعد ما أكملنا هذا السؤال نتطرق إلى سؤال آخر وهو مهم جدا جدا جدا، وكثير من الطلبة لا يجدونه، اللي هو ها هو المنحنى الآن مرسوم بالبرنامج حتى يكون أكثر دقة، اللي هو المناقشة البيانية. قال ناقش بيانيا حلول المعادلة، أي معادلة؟ حلول المعادلة الأولى، حلول المناقشة البيانية، المناقشة البيانية لحلول المعادلة الأولى، ما هي؟ حلول المعادلة الأولى اللي هي F لX تساوي M. كلمة مناقشة البيانية لحلول معادلة F لX يساوي M، حيث هذا M وسيط حقيقي، هنا يوجد تفسيرها البيانية، ما معناها؟ لاحظوا هو ماذا؟ ركزوا، هو حلول المعادلة هي تقاطع، هي عفوا هي فواصل، بالدرجة الأولى كلمة هي فواصل تقاطع ماذا؟ المنحني، لاحظوا، والمستقيم، ركزوا، والمستقيم الذي معادلته إيجراج يساوي أم،
إي جراج كم يساوي أم؟ ما معنى كلمة إي جراج يساوي أم؟ لو نأتي الآن ونعطي أبسط مثال مثلا، هنا للتجريب، نعطي أم، نعطي له مثلا صفر، ماذا يصبح؟ يصبح إي جراج يساوي الصفر. إي جراج يساوي الصفر أبنائي ما هو؟ هو محور الفواصل، هو هذا المحور. لاحظوا جيدا، هو هذا المحور الدرجة الأولى. يعني بقية المستقيمات كلها تسير هكذا كما تلاحظون هنا في الشكل، هكذا كل المستقيمات تسير بهذا المسار. يعني المستقيم كيف يسير؟ يسير كما تلاحظون هنا، تابعوا، ها هو المستقيم إيغريك يساوي أم. إيغريك تعلمون أنه محور التراتيب، هو الإيغريك، يعني هذا هو محور التراتيب يمثل الإيغريك أبنائي. هنا هذا هو محور التراتيب، إلا أنه هو قال الحلول هي محور نقاط تقاطع منحني هنا الفواصل. يعني نبدأ، ها هو المستقيم أمامكم، ركزوا، ها هو المستقيم يبدأ بالصعود من ماذا؟ من ناقص 8. ها هو بدأ بالصعود، كم يقطع المنحني هنا؟ كم من نقطة يقطع فيها؟ لاحظوا كم من نقطة، ها هي نقطة فاصلة وها هي الفاصلة الثانية. كم يوجد من حل؟ يوجد حلان. ما هي إشارة كل حل على محور الفواصل؟ إنها سالبة. هنا تكون كم؟ ركزوا، تكون قيمة سالبة، وهنا كم؟ كذلك هنا قيمة سالبة، انطلاقا من هنا، من هكذا، إذن قيم سالبة إلى غاية ماذا؟ إذن نقول في الأول، ركزوا كيف نبدأ المناقشة، نقول آم ماذا؟ آم ينتمي، يبدأ من هذا المكان ويبدأ بالصعود، آم ينتمي من ماذا؟ من ناقص ما لا نهاية إلى غاية ماذا؟ لاحظوا كم من حل هنا؟ حلان 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 إلى غاية هذا المكان. هنا تصبح كم؟ حل. نتحدث، نقول آم من ماذا؟ من ناقص ما لا نهاية إلى ناقص 2 مفتوح، يوجد حلان سالبان متميزان، متميزان هكذا. ثم عندنا في هذا المكان اللي هو كم؟ كم يكون هنا؟ آم يساوي ناقص 2. لاحظوا نسقط هنا، بما أنها قيمة حدية ماذا نقول؟ هنا المرحلة الثانية، المعادلة لها حلا مضاعفا. كلمة مضاعفا لماذا؟ أنها قيمة حدية، القيمة الحدية نقول فيها حلا مضاعفا. كيف هو؟ سالبا اللي هو إكس كم يساوي، لو نسقط مباشرة لاحظوا الإكس كم؟ ناقص 2. ثم ركزوا معي، نكمل المسير بالمستقيم، ها هو المستقيم، هل يوجد حلول؟ لا. ثم هل هنا؟ إلى غاية هذا المكان. إذا كما بعد ما لاحظوا جيدا، إذا قلنا نكمل، إذا هنا يوجد قلنا، لاحظوا قلنا المستقيم لما ينطلق من هذا المكان، لاحظوا من ناقص 2 يبدأ بالصعود، هل يوجد نقاط تقاطع مع المنحني؟ لا. إذا لا يوجد حلول، لا يوجد حلول، لا يوجد، إلى غاية هنا. إذا آم ينتمي من ناقص 2 إلى غاية الاثنان، لا يوجد حلول أصلا. الآن في هذا المكان هنا آم يساوي ناقص، يساوينا 2، كم يوجد من حل؟ لو نأتي بهذا الحل، ها هو أمامكم، كم؟ الصفر. إذا يوجد حلا مضاعفا، لماذا؟ لأنها قيمة حدية، لاحظوا ها هي قيمة حدية أبنائي، قيمة حدية دائما نقول فيها أنها حلا مضاعفا، قيمته إكس يساوي الصفر فقط. نكمل المسير مع المستقيم. الآن المستقيم الآن لما يكمل مسيره بهذه الطريقة، ها هو، لاحظ كم من حل،
لو نلاحظ جيدا لنجد أبنائي أنه يوجد حلان، ها هو حل دائما أسقط على محور الفواصل، وها هو حل آخر. لا يمكن أن نعرف قيمتهم بالضبط إلا أن نعرف إشارتهم فقط. إذا ماذا نقول؟ نقول إذا كان الآم، إذا كان الآم ينتمي من غاية الاثنان من هذه المكان إلى زائد ما لا نهاية، حتى كلمة زائد ما لا نهاية كم يوجد لنا من حل؟ يوجد حلان مختلفان في الإشارة. لماذا؟ لأن مهما كانت يوجد حل سالب وحل موجب، أكيد متميزان. هذه فيما يخص المعادلة f لx تساوي m. الآن نتطرق إلى المعادلة الثانية أبنائي التي تقول f لx، ركزوا معي، f لx ماذا تساوينا؟ تساوينا x زائد ماذا؟ زائد m. ماذا نقول؟ المناقشة البيانية لحلول المعادلة f لx تساوي x زائد m ما هي؟ هي حلول المعادلة هي فواصل تقاطع المنحني cf والمستقيم ماذا؟ إذا قلنا المنحني والمستقيم ذو المعادلة x زائد m. الآن نتابع جيدا إلى هذا السؤال لأنه مهم جدا. هذا السؤال أبنائي ركزوا أرجوكم، لاحظوا، يكون له، نتابع جيدا، يكون له علاقة وطيدة جدا مع المستقيم المقارب المائل. ركزوا أرجوكم حتى تعلموا إلى هذا السؤال كيف يمكن، لاحظوا جيدا. يعني لو نلاحظ إلى أولا هذا المستقيم، هذا الذي تلاحظونه أو هذا الذي تلاحظونه كذلك، ها هو أمامكم، ها هو. أولا كيف يكون مسيره، يعني كيف يسير، هل أفقي أم مائل أم يدور في مكان، كيف؟ هنا بأبسط الطرق لو نلاحظ إلى هذا المستقيم اللي هو دالتا المستقيم مقارب المائل، ما هي معادلته؟ هي إكس زائد، عفوا، هي إكس زائد واحد. لاحظوا إلى هنا الميل كم؟ واحد. وهنا الميل كم؟ واحد. إذا هذا المستقيم يكون موازيا لهذا المستقيم. لاحظوا، إلا أنه نعرف أن كل مستقيم معادلة تكتب هكذا A X زائد B. نعيد كتابة المستقيم، Y يساوينا X زائد M. الآن بالمطابقة، الآن ماذا يصبح؟ هو نفسه ماذا؟ هو البي. والبي ماذا يمثل؟ البي يمثل نقاط التقاطع مع محور التراتيب. يعني ماذا هي؟ يعني كيف؟ لو نأتي الآن إلى المستقيم، ها هو المستقيم أبنائي، ونأتي به سيكون موازي لهذا المستقيم هكذا. ركزوا أرجوكم، يكون قلت موازي له. الآن نقاط التقاطع هي هذه النقاط، لاحظوا هذه النقاط التي تقع على محور التراتيب، المقصود هذه التي تقع على هذا المحور أبنائي، هذا المحور هنا تمثل هذه آم، هنا يمثل آم، هنا آم. إلا أن الآم هو وسيط يعني لا يظهر، إلا أنه يأخذ هذه القيم، يأخذ القيم الواقعة على محور التراتيب، لأن هذه دائما تمثل هذه البي، هي تقاطع المستقيم هذا مع المحور Y، Y فتحة، هذه قاعدة لا جدال فيها. الآن من ماذا ينطلق هذا المستقيم؟ تابعوا أرجوكم حتى تتعلموا، ركزوا أرجوكم. أكيد المستقيم سينطلق من ناقص ما لا نهاية ويبدأ مثلا بالصعود، لاحظوا يأتيكم من هذا المكان، دائما انظروا إلى محور التراتيب، يبدأ هكذا بالصعود، كم يقطعه الآن من مرة؟ نبدأ
آم ينتمي، وهنا يأتي من هذا المكان الآم ويبدأ بالصعود، يبدأ من ناقص ما لا نهاية. كم يقطعه؟ ها هي أمامكم، ها هي نقطة، لاحظوا كيف إشارتها؟ إشارتها سالبة. لاحظوا، ها هو بدأ في المسير من ناقص ما لا نهاية، ثم يكمل حل سالب 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 سالب، ركزوا، سالب سالب سالب، يبقى دائما يكمل المسير سالب 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 إلى غاية هذا المكان. في هذا المكان تنقطع، يعني لا يمكن أن يمسه لأنه مستقيم مقارب، إلى غاية ماذا؟ إلى غاية الواحد مفتوح. نقول المعادلة تقبل حلا أو لها أو لها مهما لها حلا وحيدا كيف هو، أو حلا كيف هو سالبا، حلا سالبا، لأن كل مهما كان تقع في هذه الأماكن اللي هي هذه القيم تكون على محور فواصل قيم سالبة. آم يأخذ قيمة، لما الآم الآن يأخذ هذه القيمة، الدالة أصلا تصبح غير معرفة. إذا كان الآم يساوي الناقص واحد، لا عفوا واحد، أعذروني هنا الواحد أبنائي في هذا المكان واحد، لا يوجد حلول للمعادلة. الآن يبدأ بإكمال مسيرة هذا المستقيم، ركزوا أرجوكم حتى تعلموا أنها أمور هامة. ها هو أكمل مسيرة، ها هو بدأ، كم حلا، كيف هو هذا الحل، ركزوا، نقوم بعملية الإسقاط هنا، قيمة موجبة أنا على محور الفواصل في جهة الموجبة هكذا إلى غاية ماذا؟ إلى غاية هذا المكان. يعني آم أين ينتمي؟ آم من واحد إلى اثنان، المعادلة لها حلا كيف هو؟ موجبا. الآن آم هنا كم؟ اثنان، ركزوا أرجوكم، آم يساوي اثنان، المعادلة معادلة لها حلا كيف هو؟ معدوما. ها هو لما نسقطه هكذا تصبح في الجهة المعدومة في الصفر. الآن ها هو الآن سيكمل مسيرة، تابعوا أرجوكم حتى تتعلموا، خذوا كأنما بالمسطرة، إلا أنه من الشروط الأولية أنه يجب على المنحني أن يكون صحيحا، وإلا لا يمكن لك أن تكون لك المناقشة اليانية صحيحة. هنا كذلك ها هو يكمل مسيرة، لاحظوا ها هو المستقيم يكمل مسيرة متجها نحو الزائد ما لا نهاية. هنا لو نلاحظ جيدا، ها هي القيم تقع في ماذا؟ في الجهة السالبة. دائما انظروا بإسقاطكم على محور الفواصل فقط. إذا إلى غاية ماذا؟ زائد ما لا نهاية، معناه نقول آم ينتمي من اثنان من هذا المكان إلى غاية الزائد ما لا نهاية، المعادلة لها حلا سالبا، يعني لها الحلول تقع في الجهة السالبة هكذا فقط. هذه هي المناقشة البيانية من الشكل Y يساوي لنا X زائد M، يعني هذا المستقيم يكون موازي إلى الدالتا بأبسط الطرق، ويكون له وضعية، الوضعية التي كنا نتحدث عليها أبنائي أنه يكون يسير بهذا المسار، لاحظوا بهذا المسار كما كنت أشرح هكذا، ويبدأ بعملية الصعود هكذا. وأنت انظر دائما على محور الفواصل كم يقطعه من مرة، وقم بعملية الإسقاط على محور الفواصل هكذا. دائما قلت قموا بإسقاط على محور الفواصل كي تجدوا الحلول، يعني هكذا، ها هو حلا يقع كيف هو سالبا على ماذا؟ على هذا المحور
هو محور فواصل، لأن حلول المعادلات تكون والمتراجحات تكون على محور فواصل، ليس لها علاقة مع محور التراتيب فقط. وفي الأخير أتمنى أن قد أعجبكم الشرح وقد استفدتم من هذا التمرين الشامل الرائع، وإن وجدت بعض الأخطاء فسامحوني على الحساب، لأن الكمال في الحساب إن وجدت، فإن لم تجد الحمد لله. وفي الأخير زوروا موقعنا اللي هو صفحة الفيسبوك للأستاذ نور الدين ليصلكم جديدنا باستمرار، والسلام عليكم.